رغم ان بلاد كبيرة وبلاد تانية انا اتعرضت علي على فكرة بعض موضوع الغنى والحادث وبشرة خير. استغربت طبعا انا من 4 سنين او من 5 سنين رحت الدول العربية كلها بما فيهم كانت قطر وكان مهرجان، قعدت 40 يوم. وجيت في الاخر سبحان الله من قبل ما اعرف اي حاجة رفعت علم مصر. يعني في بعض الناس تقولي لا ما تقوليش، يعني قلتلهم لا لا لا، رفعت علم مصر وبقينا انزغرت، وكان في الجلاية المصرية هناك وكانت حاجة جميلة قوي. بعد 5 سنين يعرضوا عليا بعض الموضوع ده لما انا اعرف، وبعد الحادث بتاعي وبعد كلمة بشرة خير عرضوا علي ان انا اروح هناك قطر. الحقيقة طبعا ما رديتش، رفضت. ناصر هو اللي رد، ورد يعني كويس. وانا قلت لهم ان انا بنت مصر، واللي بيراعي الارهاب عمري ما هروح لهم تاني، وانا بحب بلدي قوي وتحيا مصر. وحاولوا برضو، لسه اول امبارح كان في تركيا لما لمقوني ما عرفوش يجيبوني من ناحية تانية. ازدار تقريبا يا جماعة داعش مستنيني هناك.